مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة مع أبرز ما جاء بالصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية بالصحف المحلية ونطالع من المصري اليوم. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخلفات البناء. تخفيض أسعار التصالح بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 70% وفقا للمحافظات المختلفة. معيط حريصون على توحيد الجهود الإفريقية لتمويل إنتاج لقاح لوباء كورونا. ومن صحيفة اليوم السابع نطالع مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الثانوية العامة تنطلق اليوم. رئيس قطاع التعليم يؤكد تقديم طلبات التحويل بين الجامعات يتم إلكترونيا ولمرة واحدة والمفاضلة على أساس مجموع الدرجات. اعتماد 4.4 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة لعام 2020-2021. ومن أخبار اليوم، جنوب سيناء عاصمة عالمية للسياحة والسلام، تشهد طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة. شبكة طرق تزيد تكلفتها عن 9 مليارات جنيه. إنشاء 8 محطات تحلية لمياه البحر يتم افتتاحها في عام 2022. فايلر، حققنا فوزا مهما على الإسماعيلي ونفكر في الاتحاد. أما الجمهورية فنطالع منها 314 مسجدا جديدا تتزين بمآذنها سماء الوطن خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل. افتتاح 130 مسجدا منها بالأمس، وتتوالى الافتتاحات في العاصمة وكل المحافظات. أولى رحلات طيران كازاخستان تصل إلى شرم الشيخ وعلى متنها 234 سائحا. محمد صلاح على موعد مع رقم تاريخي جديد في ليفربول. ونتحول لأبرز الصحف العربية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط. البحرين تنضم إلى الإمارات لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل الثلاثاء. الأمم المتحدة تدعو لتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت. هجمة الحوثيين وانتهاكاتهم تدفع ألاف الأسر اليمنية إلى النزوح. أحزاب تونسية معارضة تدعو إلى مؤتمر وطني للإنقاذ. ومن الخليج الإماراتية، إخماد حريق مرفأ بيروت والنيران طالت مساعدة غذائية. التأليف الحكومي يروح مكانه قبل يومين من انتهاء المهلة الفرنسية. البرلمان الليبي، الجيش ملتزم بوقف النار وجاهز لصد أي عدوان. السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات منذ منتصف إبريل. وإلى اللواء اللبنانية، محاولات ليلية مكثفة لانتشال التشكيلة من براثن العقد. عون وبسيل يحرران الرئيس المكلف ويبتعدان، وبري ينتظر مبادرة لاحتواء صدمة العقوبات. كما تابعت اللواء أيضا تركيا تواصل تصعيدها وبومبيو في مهمة وساطة في المتوسط. ومن صحيفة عمان نقرأ، الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي بمحيط حلب. الخرطوم تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، والأمم المتحدة أكثر من نصف مليون سوداني تضرروا من الفيضانات. بغداد توجد فرصة تاريخية لحل المسائل العالقة مع أربيل. نتحول إلى الصحف العالمية، والبداية من واشنطن بوست الأمريكية. مايك بومبيو يفتتح محادثة السلام الأفغانية ويؤكد أن طالبان تعهدت بأنها لن تستضيف عناصر إرهابية. الولايات المتحدة تتهم إيران بشن هجمات إلكترونية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، وإيران تستنكر هذه الاتهامات. ومن الجارديان البريطانية، مايك بومبيو في افتتاح محادثات السلام الأفغانية التاريخية يدعو الحكومة وحركة طالبان إلى اغتنام الفرصة لضمان السلام للأجيال في المستقبل. انهيار منجم في الكونغو الديمقراطية، والسلطات تتوقع أكثر من 50 قتيلا. أما لوموند الفرنسية فنطالع منها، بعد 6 أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 تحول إلى جائحة عالمية، لا تزال أعداد الإصابات تتصاعد في فرنسا. الشرطة الروسية تطلب التحقيق مع المعارض أليكسي نافالني في ألمانيا. لندن تبرم أول اتفاق تجاري بعد بريكزيت مع طوكيو. ومن وول ستريت جورنال الأمريكية، أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه بشأن استخدام القوة ضد متظاهرين في بيلاروسيا.
فنزويلا تعلن إحباط مخطط تخريبي في مصفاة للنفط. الأمم المتحدة تطالب بحق روهينجا في المشاركة في الانتخابات المقبلة في ميانمار. وبعيدا عن السياسة، نطالع من البيان الإماراتي. تم العثور قبالة السواحل النرويجية على صحيفة كارزوي النازية التي أغرقت سنة 1940، حيث اكتشف حطامها مصادفة على عمق 500 متر تقريبا خلال معاينة سلك كهربائي بحرية. كانت السفينة الحربية الألمانية البالغ طولها 184 مترا قد أرسلت في إطار عملية غزو النرويج خلال الحرب العالمية الثانية. ومن الديلي تيليجراف البريطانية، أكد الباحثون أن الفصل المناخي الذي يولد فيه الطفل يلعب دورا هاما في فرص إصابته بالحساسية الغذائية، موضحين أن الأطفال الذين يولدون في الخريف هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحساسية. وأشارت إلى أن معدلات الحساسية الغذائية آخذة في الارتفاع، حيث يعاني أكثر من 5 ملايين طفل من الحساسية الغذائية. بهذا نصل معكم لختام جولتنا الصحفية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.